أكثر يعني الناس الآن هدفهم ماذا؟ ما هو أكثر هدف تتمنى أن يتحقق لك؟ الزواج، صحيح؟ وتتزوج بإذن الله، تبحث وتجمع وتتزوج، صح؟ ولا يوجد عقبات، صعوبات لا يوجد، صحيح؟ والدعوة لا يقول دعوة صعبة. لماذا في الدعوة يوجد صعوبات وفي بحث عن زوجة والزواج لا صعوبات؟ لا، لابد أن نسعى إلى الدعوة إلى الله. والله يسر.